عالية. عباس يخش في شعر وسطر بيشوط الجول الاولاني للاهلي بعد 18 دقيقة ورفع كورة عالية. عباس يخش في شعر وسطر بيشوط الجول الاولاني للنادي الاهلي بعد عباس يخش في شعر وسطر بيشوط الجول الاولاني للنادي الاهلي لا انذار واحد. عباس يخش في شعر وسطر اللي هو الجناح اللي ما جاش زيه، يعني اتنين اجنحه مش طبيعيين. الجناح ده الخطيب، وبص مصطفى قطع فين؟ العكس وبدماغه. فمصطفى عبده جناح مش طبيعي. اتنين الحقيقه جناحين كانوا مهمين جدا. اللي هو الجناح اللي ما جاش زيه، يعني اتنين اجنحه مش طبيعيين. الجناح ده الخطيب، وبص مصطفى قطع فين؟ العكس وبدماغه. فمصطفى عبده جناح مش طبيعي. اتنين الحقيقة جناح